العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التسجيل حول الأساليب الخبرية والإنشائية. طبعا بعض المتعلمين يفرقون بين الأسلوب الخبري والإنشائي، كثير من التلاميذ في الحقيقة، لكنهم لا يفرقون ولا يعرفون أغراض هذه الأساليب الخبرية والإنشائية. طبعا هي أساليب كثيرة بالنسبة للإنشائية أو الخبرية. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على أهم هذه الأغراض في الأسلوب الخبري والإنشائي. طبعا الأسلوب الخبري الكل يعلم أنه ما يحتمل التصديق والتكذيب. إذن الأسلوب الخبري هو كل كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. مثلا الساعة الآن الرابعة، تقول أنت الآن الساعة الآن الرابعة، هذا أسلوب ممكن أن تكون صادقا فيه والساعة حقيقة هي الرابعة الآن، وممكن أن تكون كاذبا فالساعة لا تكون الرابعة وإنما تكون وقتا آخر. إذن هذا هو تعريف الأسلوب الخبري، ما يحتمل التصديق والتكذيب. أيضا من أغراض هذا الأسلوب الخبري أغراض في الحقيقة كثيرة، حسب تعريفه حسب سياق المتكلم وحسب سياق الكلام. أيضا من أغراضه الفخر، أن يمدح الإنسان نفسه ويفخر بها، والمدح أن يمدح ناس الآخرين، وأن يتحسر على شيء فاته أو حدث وقع له، وأن يوبخ شخصا ما، أو أن يشكو، أو أن يحتقر إنسانا آخر أو شيئا آخر. إذن سوف نتعرف على بعض الأمثلة حول هذه الأغراض. مثلا بالنسبة للفخر، لاحظ جيدا، نحن مع أسلوب الخبري الذي يكون غرضه أو هدفه الفخر. مثلا قول المتنبي رحمه الله: أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسد. هنا ماذا ويخبر الآن، لكن ما هو غرضه؟ غرضه الفخر. ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن يفخر بنفسه، فيقول أنا ترب الندى. الندى اللي هو الكرم، ترب بمعنى قارن الندى، معنى ولدت، معنى توأم الندى، أي أنا والكرم ولدت في وقت واحد، نحن توأمان. فلا يقول أنا كريم فقط، وإنما يقول هو أخو الكرم كله. ورب القوافي أي سيد القوافي، وهي شعر. وسمام العدا أي الأعداء، أنا سم للعدا. وغيظ الحسود أي لفرط نجاحي وشجاعتي وقوتي وعلمي وشعري، فأنا الحسود يغتاظ مني. إذن هذا كلام غرضه الفخر، وممكن أن يكون صادقا وممكن أن يكون كاذبا. أيضا من أغراض الأسلوب الخبري التحسر، كأن تقول مثلا ذهب شبابي ولن يعود، فأنت الآن تتحسر على هذا الشباب الذي ذهب وضاع ولن يرجع وربما لم تغتنمه. إذن فهذا أسلوب خبري، لكن ما هو غرضه؟ غرضه التحسر، فالشخص هنا يتحسر، ونفهم هذا من سياق الكلام. أيضا المدح وهو غرض من أغراض الأسلوب الخبري، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لنور يستضاء به. طبعا هذا البيت لي حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. إذن هذا أسلوب خبري يخبرنا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وغرضه مدح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو صادق في هذا الحال لأنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأسلوب الإنشائي فهو أكثر تعقيدا، لكن إن شاء الله تعالى سوف نفصل فيه بإذن الله تعالى. إذن هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، يعني لا يمكن أن تقول عن الأسلوب الإنشائي أن صاحبه صادق أو كاذب. فأنت تقول مثلا يا فلان، لما تنادي فلان تقول يا فلان، فلا يمكن أن أصفك الآن بأنك صادق أو أنك كاذب، لأنك لم تخبرني بشيء بل أنت تنادي. أو مثلا ما تأمر شخص فتقول قم يا فلان، فأنت الآن لا يمكن أن أصفك بالكذب أو بالصدق لأنك لا تخبر شيء وإنما تأمر. وهكذا مع بقية الأغراض التي ترونها على الصورة. إذن الأسلوب الإنشائي تنقسم في الحقيقة الأساليب الإنشائية إلى قسمين. الأسلوب الأول الأسلوب الطلبي، أي ما فيه طلب، وهو النهي والأمر، الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. فالأمر أنت تأمر شخص وتطلب منه أن يقوم بعمل ما، والنهي كذلك تأمره وتطلب منه أن ينتهي عن هذا الأمر، والاستفهام تطلب منه إجابة، والنداء أيضا تطلب منه وتناديه، وأيضا التمني تطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى أو من أشخاص آخرين. إذن الأساليب الإنشائية تنقسم إلى قسمين: الأساليب الطلبية وهي خمسة، والأساليب غير
الطلبية. الأساليب غير الطلبية وهي التعجب، فأنت لا تطلب شيئا، والقسم والمدح والذم. إذا هذه الأساليب تحفظ هكذا، 5 أساليب طلبية و4 أساليب غير طلبية. إذا هذا هو الأساس، تحفظ هذا الأساس، ثم بعد ذلك نأتي إلى تفصيل هذه الأمور وأغراض الأمر وأقسامه، أغراض النهي والاستفهام وأغراض التعجب والقسم وما إلى ذلك. إذا مع التفصيل لهذه اللوحة التي يجب أن تحفظ من المتابع الكريم التلميذ أو الطالب الذي يحتاج إلى هذه الأساليب في مشواره الدراسي التعليمي والتعلمي. إذا بالنسبة للأساليب الطلبية هي الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. إذا نبدأ أولا من أغراض الأمر. قد يكون قد تأمر إنسانا لنصحه، كأن تقول مثلا أدرس يا فلان أو أدرس بجد، فأنت تأمره الآن، لكن ما غرضه؟ هل غرضك التحكم فيه؟ لكن لا، غرضك أن تنصحه، أن تقدم له النصيحة. أيضا يقول كقول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، فهنا الغرض وهو الإلزام، إلزام المسلمين بإقامة الصلاة في هذه الأوقات. أيضا من أغراض الأمر الالتماس، ومن أغراضه الدعاء. طبعا الإلزام يكون من أعلى منزلة إلى أدنى منزلة، والالتماس يكون ممن تساوت منزلتهما اجتماعية، والدعاء طبعا لا يكون إلا ممن هو أدنى منزلة وهو العبد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالأمر قد يكون للنص، وقد يكون للإلزام كما في الآية الكريمة، وقد يكون للالتماس، كان تطلب من شخص فتقول كن صديقي فهو مساو لك في المنزلة. والدعاء لا يكون إلا الله تعالى كما في قوله تعالى في سورة أو آخر سورة البقرة أو في سورة نوح عليه الصلاة والسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربي اغفر لي ولوالدي. وقد يكون الأمر غرضه التعجيز، قد يكون غرض الأمر التعجيز كما في حكاية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم مع النمرود. فلما تحدى النمرود إبراهيم، طلب إبراهيم عليه أو أمر النمرود أمر إبراهيم النمرود أن يأتي بالشمس من المغرب، كما في الآية الكريمة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالأمر هنا فأتي غرضه التعجيز، لأن النمرود لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب. وللأمر أغراض أخرى لا نستطيع حصرها، ولكن يفهم الغرض من سياق الكلام. ننتقل إلى النهي، ولا بد من الإشارة إلى أن أغراض النهي هي نفسها أغراض الأمر، أغراض النهي هي نفسها أغراض الأمر، ولكن هناك نهي حقيقي وهو طلب الكف عن شيء ما، ويصدر الأمر ممن هو أعلى منزلة إلى من هو أدنى منزلة، كأن يأمر الأب ابنه مثلا بالكف عن فعل أمر ما في المنزل، مثلا تكسير شيء ما أو غير ذلك، فينهاه عن هذا الأمر. وقد يخرج النهي من غرضه الحقيقي إلى أغراض أخرى متعددة، مثل الدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد وأغراض أخرى نفهمها من سياق الكلام. إذن مع هذه الأمثلة، مثلا التوبيخ يكون غرضا للنهي، كقولنا لا تطلب المال بلا عمل، توبخ شخصا فأنت تذكره بأنه بلا عمل ومع هذا يطلب المال، فأنت تنهاه عن طلب المال وتوبخه في الوقت نفسه. إذن هنا النهي طبعا تنهاه عن طلب المال، لكن تذكره وتوبخه بأنه بلا عمل. قد يكون غرض النهي وهو النصح، كأن تقول مثلا لابنك لا تنم قبل حل وظائفك، أو لأخيك فتقول له لا تنم قبل حل وظائفك، فأنت هنا تنهاه عن النوم، لكن الغرض من هذا النهي وهو أن تنصحه بحل واجباته ووظائفه. إذن قد يكون غرض النهي أيضا الدعاء، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهناك العنصر الثالث وهو الاستفهام. الاستفهام استفهامان، حقيقي وبلاغي. الاستفهام الحقيقي هو الذي يكون يطلب له الجواب، أي تستفهم لكن تريد جوابا لاستفهامك. أما الاستفهام البلاغي فهو الذي لا تطلب منه جوابا، وإنما له أغراض بلاغية أخرى عديدة
نذكر منها على سبيل المثال النفي والتقرير والتأكيد والإنكار والتمني والتشويق والإغراق، الإغراء عفوا. طبعا بالأمثلة نفهم هذه الأغراض. مثلا النفي كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما تلاحظ استعملنا هنا النفي والأداة هنا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ في الظاهر هو استفهام، لكن ما الغرض؟ هو النفي، نفي استواء العلماء بالجهال. طبعا مستحيل أن يتساوى العلماء بالجهال، فنحن ننفي استواء العلماء بالجهال لكن عن طريق الاستفهام. قد يكون الاستفهام غرضه التقرير والتأكيد على أمر ما، كقول الله تعالى: ألم. فالاستفهام هنا جاء بالحرف الهمزة، طبعا هنا لا تظهر الهمزة لكن الألف بهمزة، ألم نشرح لك صدرك. فالسؤال هنا أو الاستفهام هنا غرضه التأكيد، فالله تعالى يؤكد أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى النبي في صغره من شق له صدره كما في الروايات الصحيحة. قد يكون غرض الاستفهام الإنكار، كقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. فهنا ينكر الله سبحانه وتعالى على من يأمر الناس بفعل الخير وهو لا يفعل، فهنا ينكر عليه هذا الأمر. كأنت مثلا الإنكار كأن كثير من الأحيان يدخل الابن متأخر إلى البيت فيسأله الأب: كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ فهنا لا يريد جوابا للسؤال كم الساعة، وإنما يريد أن ينكر على ابنه تأخره عن الدخول إلى المنزل في ساعة مبكرة. قد يكون الغرض من الاستفهام التمني، كقول الله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وهنا حكاية عن أهل النار والعياذ بالله، أو المعذبين في الآخرة والعياذ بالله. فهنا استفهام هل لنا، فهم يطلبون الشفعاء ليشفعوا لهم ويخرجوه من هذا العذاب، فهم يتمنون الشفعاء لكن في صيغة الاستفهام. وقد يكون غرض من الاستفهام التشويق والإغراء، كما في قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فهنا استعمل الله سبحانه وتعالى الاستفهام لكن الغرض هو تشويق المؤمن إلى هذه التجارة التي تنجيهم من هذا العذاب الأليم، وسوف يذكرها بعد هذه الآية الكريمة: وتجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآيات الكريمة. ايضا ننتقل الى العنصر الاخر وهو النداء، من الاساليب الانشائيه. اذا النداء هو طلب اقبال المخاطب او استماعه، وادواته كثيره منها هذه التي ترونها على الصوره. مثلا كقولنا: ايها المشتكي احمد الله، فنحن ناديناه واستعملنا الاداه ايها المشتكي، او ان تنادي فتقول: يا فلان. ومن اغراضه لفت الانتباه، تريد لفت انتباه شخص ما فتقول: يا لك من ليل طويل، فأنت تلفت الانتباه إلى أن هذا الليل طويل. طبعا الليل لا يكون طويلا ولا قصيرا، وإنما حسب نفسيات الإنسان، فإذا كان الإنسان سعيدا في تلك الليلة يقصر ليله، والعكس إذا كان حزينا ومهموما فإن ليله يطول، وهي أمور نفسية فقط. قد يكون الغرض من النداء وهو التعجب، كأن تقول مثلا: يا للعرب والمسلمين، فأنت تتعجب من أحوالهم وما وصلوا إليه من مرتبة متدنية بين الدول في هذا العصر. قد يكون الغرض من النداء وهو الاستغاثة، طبعا والاستغاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كأن تقول مثلا: يا لله من الناس، أو يا لله للناس. التعجب من أحوال الناس وتستغيث بالله أن يصلح أحوال الناس. وقد يكون أيضا من أغراض النداء الندبة، كأن تقول: وأسفاه، فأنت تتأسف على حال ما أو على ساعة ما أو على زمان ما. في هذا المثال: وأسفاه على وقت ضاع سدى، تتأسف على وقتك الذي ضيعته في أمور لا تنفعك. ننتقل أيضا إلى الأسلوب الخامس من أساليب الإنشائية وهو التمني. والتمني هو طلب الأمر المستحيل. طبعا التمني يكون بالأداتين ليت ولو، وهما أداتان معروفان. مثلا كأن تقول: ليت فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، فاستعملنا
الأداة ليت، والترجي عكس التمني، فالتمني يكون للأمر المستحيل تحقيقه، والترجي يكون للأمر الممكن تحقيقه. كما نستعمل ليت في المستحيل نستعمل عسى ولعل في الممكن، والقرآن الكريم استعمل لفظة عسى كثيرا في الأمور التي ممكن أن تحدث، كقوله تعالى عسى الله أن يغفر لكم، كقولي أيضا لعل المطر، أو كقولنا لعل المطر ينهمر فينعش أو فينتعش الزرع، فهذا أمر يعني نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهطل المطر، ومن الممكن أن يهطل المطر فينعش ما قد زرعناه. إذن بعد أن انتهينا من الأساليب الطلبية الخمسة نمر إلى الأساليب غير الطلبية، وهي التعجب والقسم والمدح والذم، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالتعجب. فنقول التعجب هو ما نعبر به عن حالة نفسية مبعثها استعظام شيء ما، فنحن نستعظم شيء ما، شيء عظيم تعجبنا من وجوده، وله صيغتان قياسيتين هما ما أفعله، ومثال ذلك ما أوسع رحمة الله، فاستعملنا ما أفعل أي ما أوسع على وزن ما أفعل، فنحن نتعجب من عظمة الله سبحانه، نتعجب من رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. والصيغة الثانية وهي أفعل به، كأن تقول مثلا أكرم بقوم، كقول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا افترقت الأهواء والشيع. ولو صيغ سماعية منها يعني معروفة، منها عجيب، كأن تقول عجيب هذا الإنسان، أو عجيب أمر هذا الإنسان، أو يا لك من ليل، كما في البيت الشعري، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل، البيت المشهور في معلقة إمر القيس. أو كأن تقول يا له، أو كأن تقول سبحان الله، أو كأن تقول لله درك ولله أبوك، وغير ذلك من الصيغ المشهورة عند الغلبية. هناك القسم، مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، تالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن فهنا القسم، واستعمل تالله القسم بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى. والمدح كأن تمدح شخصا، كأن تقول مثلا البيت الشعري المشهور، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، فأسلوب إنشائي لكنه غير طلبي. والذم، وتستعمل مثلا الأفعال الذم المشهورة، بئس ولا حبذا، فقد تقول بئس ما تقوم به أو بئس عملك، وهكذا. إذن هذه هي الأساليب غير الطلبية الأربعة المعروفة. إذن مع مراجعة هذه ننتقل إلى الأساليب الخبرية والإنشائية. إذن الأسلوب الخبري هذه كمراجعة ختام هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، أي قد يكون الشخص صادقا وقد يكون كاذبا، كقولنا الساعة الآن الرابعة، فقد تكون الساعة الرابعة ويكون الشخص صادقا، وقد تكون الساعة غير ذلك فيكون الشخص كاذبا. وأغراض الخبر كثيرة، منها الفخر والمدح والتحصر والتوبيخ والشكوى والتحقير. بالنسبة للأساليب الإنشائية، ففي الأسلوب الإنشائي الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، فلما كأن تقول مثلا تعال يا فلان، فأنت هنا تنادي شخصا، لكننا لا نستطيع تكذيبك ولا تصديقك، فهو أسلوب إنشائي. والأساليب الإنشائية تنقسم إلى قسمين، أساليب طلبية وأساليب غير طلبية. بالنسبة للأساليب الطلبية هي الأمر، فإنك تطلب من شخص أن يفعل أمرا وأغراضه كثيرة ذكرناها، والنهي والاستفهام والنداء
التمني. بالنسبة لي الأساليب غير الطلبية وهي التعجب والقسم والمدح والذم. طبعا لا بد من حفظ هذه الأساليب وتبقى الأغراض تفهم حسب سياق الكلام. إلى هنا ينتهي التسجيل